البقع الصفراء في الملابس البيضاء أو البقع بوجهها لها عدة أسباب. نبدأ في الدرج، يتم سحب الدرج ثم الرفع على فوق واخراجه حسب عد نوع غسالتك. لاحظوا الوسخ وش كثر، يتم تنظيف هذا المكان بالكامل بليفة باللي أنت بيه، كذلك الدرج نفسه، وأيضا لو فيه وسخ هنا على البلاستيك لو عندك. سكر محابس الموية، فك كله من الطرف الثاني يدويا ينفك. بتحصل فلتر بالداخل بالزراد يسحب، إذا ما طلع معك يدويا نظف الفلتر، أنا فلتري مدري وين راح له. ولاحظوا الوسخ أيضا اللي بالداخل، يتم تنظيف المكان، نفس الشيء البارد والحار. فك الفلتر الداخلي ونظفه. في غسالات تلقى باب هنا اضغط عليه وينفك، وفر الفلتر وطلعه ونظفه. الغسالة أبخص، إذا اخترت البرنامج اللي أنت بيه لا تتدخل في مستوى الموية، لأنك لو نقصت مستوى الموية عن الهدوم هذا من أسباب البقع أيضا. صبوا خلف الغسالة واختاروا برنامج تنظيف الحوض وخلوها تغسل، وإذا انتهى التغسيل كرر العملية مرة ثانية بدون خل إنما باستخدام صابون وكلوركس. إذا استمرت البقع بعد هذا كله فك الغطاء هذا، لاحظ البرغي اللي هنا فكه وطلع المروحة ونظف المروحة نفسها واللي بتلقى بلاوي جوا. إذا استمرت البقع سكر محبس الحار وجرب الغسيل بالبارد فقط، ربما تكون سخانتك مصدية وهي السبب، وخل الغسيل بالبارد، لا تحط لا ورم ولا هات. أيضا قد يكون البارد سبب، لاحظوا الصدع الموجود هنا، فيتم فك سكر الزاوية وتبديل التوصيلة، وأيضا ممكن تبدل سكر الزاوية بكبره. أيضا اللي ممكن تغييره، لاحظوا الصدع الموجود فيه. إذا استمرت البقع بعد هذا كله وأنت متأكد أنك تستخدم الصابون الصحيح للغسالة، تحتاج فك الحوض، تجد وسخ في الحوض من الخلف وربما تلقاه مصدي أصلا. بالنسبة للغسالات اللي بابها من الأمام يجب تنظيف المنطقة الداخلية للربل، ستجدون فيها أوساخ تسبب البقع والروائح كذلك. وكان نسيت شيء اذكروه في التعليقات، الكامل وجه الله سبحانه. في أمان الله.